يمكن أول مرة أعمل فيديو زي ده، بس الفترة اللي فاتت كان في ناس كتير جدا جدا بتبعتلي أعرفهم ومعرفهمش وبيدعولي وبيطمنوا عليا، فحسيت إن أنا محتاجة لهم يدعولي. النهاردة في آخر التمرينة خالص جالي مزق في الخلفية بدون أي مقدمات، يعني مزق شديد شوية، ف يمكن بس من ساعتها وانا مش قادرة اتمالك اعصابي او استوعب اللي حصل، بس قدر الله ما شاء فعل. انا مؤمنة جدا ان ربنا مش بيجيب حاجة وحشة ابدا، وان هو اختبار من ربنا، يمكن اختبار شديد شوية عليا، لان هو اختبار في اكتر حاجة كنت بتمنيها وبتعب عشانها، بس قدر الله ما شاء فعل. انا عملت كل اللي عليا للاخر، حاولت وتعبت لحد ما وصلت للي انا فيه. مش عارفة ايه اللي هيحصل الفترة الجاية، هو اي سبب جيلي بيبقى ماكسيمم اسبوعين او 3 لحد ما اقدر اعمل التأهيلي، فهل هلحق؟ هل هسافر؟ لأ مش عارفة، بس أيا كان اللي ربنا هيكتبه لي أنا متأكدة إنه خير، ومش زعلانة ومؤمنة جدا بربنا، وطول الوقت ببقى قد اختباراته وبرضه ادعولي أقوم أعدي الفترة دي بقى.